نحيا ولا من ثاني من الشرياني من الشرياني حسين. حجينا ممكن تتفضلن عن التكية شوية، ليش اللون الأحمر بالتحديد؟ ليش هاي الألوان؟ ليش هاي التكيات؟ يعني كل الأطراف والهيئات تنصب هاي التكية يعني فالدلالة وكرمز يعني يعني للطرف، تجمع الطرف بها، لأن تدرب محرم هنا يعني بكربلاء لفت قدسية يعني لإحياء ذكرى الإمام مصاب الإمام الحسين. فعندنا هاي يعني الجلوبات الحمور هي رمز لاستشهاد الحسين واهل بيته، فدائما نشوف الجلوبات الحمور. السواد هو يعني هاي تندك سواد رمز للحزن، يعني للحزن بهذا الشهر، يعني بهاي الشهر الحرام، شهر محرم الحرام اللي استشهد بها ابا عبد الله هو واهل بيته واصحابه عليهم السلام. فبعدين تجمع الطرف يكون هنا، لذلك احنا نسويها من قبل محرم نبدي بها، ويعني اول محرم هي جاهزه. نشوف يعني تجمع الطرف العزم اللي يريد ينزلون بالليل من هذا المكان، من هنا ينطلق العزم، وكل هيئه ينطلق يعني العزم من تكيته من التكيه. فالتكيه كرمز للطرف وكمشاركه، يعني ليش احنا مثلا يوم العاشر يوم التاسع هاي نشيله كلها، يعني نخلي بس احمر هو رمز الاستشهاد، يعني يعني مثل ما كان بيت الحسين وانطفى نهائيا هو وعياله واهل بيته واصحابه، فبقت خالي، يعني هاي تصير مثل الوحشه يعني اي. فالشيء يعني فد رمز يعبر عن يعني عن احياء ذكرى الحسين صحيح. وتجمع الطرف ودلاله الطرف، وهاي يعني تكي بيها شوف يحطون بيها في الالات ثريات، اكو الالات احنا عندنا قديمه يعني صار لها 180 سنه 150 سنه جايبيهن من القوقاز من روسيا، يعني فالشيء شوف يتفننون، فالشيء يعني فد رمز يعني يبين مدى مشاركتنا يعني استعدادنا ومشاركاتنا لاحياء الذكرى الإمام الحسين. الله يسلمك. أهلا وسهلا. I asked Haji about the significance of this takia, as it is called in Arabic takia. It's so important as it is the place where all the members of the Mawakib get together to do the ceremonies, to do the and commemorate the martyrdom of Imam al-Hussein alayhi salam from this place. And the Mawakib that they have every night, they walk to the holy shrine of Imam al-Hussein to do the this what is so called as azadari, and they start from here. They will cover the whole area with the color, black color, to represent their agony and for the martyrdom of Imam al-Hussein. The red lights that you see behind me is has the significance to show it is the same color as the of the blood, to show the martyrdom of Imam al-Hussein alayhi salam. إذا خان الكلام اقرأ مشاعي تراها صورة فاضت شعاعي وسارت موكبا يفشي النواضي ومنها